خير ابو حنين. تعال اقعد جنبي. تعال هيا عدنا. لما بقول جنبي يعني بتقعد مثل مالي قاعد. وهي لفينا. كتر خيرك والله. فضلت على راسي. لا العفو. هو يا قصدي لا تواخذني. عابد انا بدي اياك تلف وتقعد وشك على الحيط لحتى ما حدا يقرا شفافنا. ما بدي حدا يفهم علينا شو عم نحكي. امرني. هلا انا وياك صرنا بالسجن. يعني راحت علينا. ما عاد في شيء بيستاهل نتخانق عليه برات السجن. شو قصدك؟ قصدي انت الوحيد اللي كان بحق له يدخل على الفيلا بغيابي. مزبوط. بدي اقول لك سر بس بتمنى يضل بيناتنا. شيرين ما كانت مرتي. نعم شيرين ما انا مرتي. انا سهلت لك تفوت لعندها الغرفه. معلم انت شو عم تقول؟ معلم هلا انت ابو حنين شو اللي تغير؟ هلا انت شو بدك مني؟ بدي كمل لك السر. انا شفتك بالكاميرا انت ما عم تفوت لعند الغرفه. شفتني؟ مستحيل. ليش مستحيل؟ مجنون يا ستي؟ حتى لو كان هيك ولك انت وحده بشعه وما بيطلع لك تحكي عليه بالمره. لا يا ستي وبتستاهلي واحد يقتلك على الخالص مو يقص لك كم شعره وتجي تتبكبكي هون بخلقتي. فهميني الله يخليكي، انا بس بدي اعرف انت شو قالتي له لحتى هيك عمل فيني. انت حكيتي له الشيء اللي صار؟ قلت لك مالي رح اقول له، وفعلا ما قلت له، بس مو من شانك، من شانه، لانه بكفي اللي مرق فيه بحياته. شيء ثاني؟ تفضلي على بيتك. لو بيطلع لك منيح لي ما خنقك. Thank you.
القضية؟ تعالوا شوفوا دمو حميمو. مين هيك طلبه؟ ما بنعرف. ما بتعرف وين؟ أنا بعرف. أنا بعرف. قلك رايح لوحش المطاعم لفوق.